هنبدأ مع حضراتكم الحلقة الثالثة من مادة الكيمياء للصف الثاني مجال فني معمل للترم أو الفصل الدراسي الثاني. اتكلمنا عن تحليل المية في الجزء الأولاني وخواص الفيزيائية وخواص الكيميائية للماء، واتكلمنا في الجزء الثاني بعد كده عن المركبات العضوية، وخدنا القانون العام للمركبات العضوية وتقسيم المركبات العضوية حسب عناصر تكوينها. بعد كده بندخل على تبع الكيمياء العضويه برضه على الهيدروكربونات الاليفاتيه سواء كانت المشبعه او الغير مشبعه. لما اجي اتكلم عن المركبات او الهيدروكربونات المشبعه واللي بنسميها الالكانات وتنتهي بمقطع الف ونون، فبقول هنا بتسمى بالبارابينات. علي يجي لي سؤال تسمى الكلام بالبارابينات، اقول لانها مشبعه ولا تميل الى التفاعل. حاجه مشبعه مش محتاجه انها حاجه تضاف اليها، فهي لا تميل الى التفاعل، ماشي، ولكنها بتتفاعل، تتفاعل بالاستبدال. تمام فهنا بنسميها البارابينات لانها لا تميل الى التفاعل. اين توجد في الطبيعه هذه المركبات؟ بتوجد في البترول ومشتقاته، في الغاز الطبيعي ومشتقات الايه؟ البترول. طب احضر الالكانات، هي ايه الالكانات دي؟ اتفقنا انها زي الميثان، الايثان، البروبان، البيوتان، البنتان، وهكذا مجموعه، سلسله بيسموها السلسله المتجانسه، لان كل فرد فيها بيزيد عن سابقه بمقدار ذره كربون وذرتين هيدروجين سي اتش 2، فعشان كده بيسموها السلسله المتجانسه. التحضير بتاع الالكانات ايا كان نوع الالكان، ماشي، من هيدروكربونات غير مشبعه. تمام؟ يعني ممكن احنا قلنا ده مركب مشبع، طب انا لو جبت مركب غير مشبع زي الايثيلين ممكن احوله الى ايثان؟ اه، باضافه ذرتين هيدروجين، وبالتالي بقول هنا الايثيلين اهو اللي هو سي 2 اتش 4 او سي اتش 2 سي اتش 2 دبل بوند، ماشي، بضيف عليها اهو ذرتين هيدروجين، وبالتالي بقول هنا كل ذره من دول بتروح هنا اهو ذرة كربون، وبالتالي هيديني سي اتش 3 بدل 2، سي اتش 3 هو ده الايه؟ الايثان. يبقى من الايثيلين وهو غير مشبع الى الايثان المشبع. طب تاني طريقه للتحضير بالنسبه للالكانات من هاليدات الالكين، هاليد الالكين، ماشي، الالكين احنا قلنا اللي هو ار، تمام، الهاليدات، ماشي، زي البروم والكلور والفلور اللي هي ايه بنسميها الهالوجينات، عائله الهالوجينات. فده هنا بروميد الميثايل لما بضيف عليه الهيدروجين، كل ذره هيدروجين، طبعا ذره هيدروجين من دول هتروح تاخد البروم وتديني اتش بي ار بروميد الهيدروجين، والذره الثانيه دي طبعا هي بدل ما سي اتش 3 هيبقى سي اتش 4، يبقى انا حضرت الميثان وهو من الالكانات. يبقى ده ثاني طريقه من هاليدات الالكين. ممكن احضر الالكانات من الاحماض الكربوكسيليه او من املاح الاحماض الكربوكسيليه هنا بالتسخين مع الصودا، وبالتالي هنا بقول هنا يعني مثلا لما خلاك الصوديوم، لان الحمض خليك اصلا، فهنا ملح الحمض بتاعه اسمه خلاك الصوديوم، لما بفعله وبسخنه مع هيدروكسيد الصوديوم المدخلوي، يقوم هنا اللي بيحصل بقول لي ذرتين الهيدروكس الصوديوم دول بيتحدوا مع بعض اهو NA2 زائد هنا COO بتتحد كمان مع الاو ديت
يبقى CO3 يبقى هنا كربونات الصوديوم بيطلع لوحده. طب انا هيتفضل عندي ايه؟ ال CH3 دي هتتحد مع ذرة الهيدروجين دي وبالتالي هيبقى CH4، يبقى اداني المثال. يبقى انا حضرته بتسخين الصودا الكوي مع املاح الاحماض الكربوكسيليه اداني فعلا الالكان. طب ايه الخواص الطبيعيه بتاعه الالكانات اللي هي المشبعه؟ ماشي، بدل ما قلت الكان يبقى ده مشبع، تمام؟ هي شحيحه الذوبان في الماء او عديمه الذوبان في الماء، ماشي، زي بقيه مشتقات البترول بقول انها شحيحه الذوبان في الماء. طيب الخواص الطبيعيه بتاعتها برضه، ما احنا قلنا في ميثان، ايثان، بروبان، بيوتان، الاربعه الاولانيين دول غازات. بعد كده من 5 ل 18 تمام ده سائل، الطبيعه بتاعته سائل. بعد كده اكثر من 18 فده صلب. الخواص الطبيعيه بقول هنا بتتفاعل بالاستبداد لانها مركبات مشبعه. لما اقول الميثان اهو، الميثان هنا بيحتوي على 4 روابط فرديه، ماشي، زي الميثان اهو، لما بفعل مع الكلور دي خواص كيميائيه بفعل بالاستبداد. لو انا قلت ده كده اهو ذرتين اهو، ذره منهم هتحل محل ذره الهيدروجين، هيقوم يديني مين؟ هيديني CH3Cl اللي هو كلوريد الميثايل زائد HCl. طب لو كررتها تاني ده كده جبته هنا CH3Cl وفعلته بالCl2 اتاني استبدل واحده 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 لغايه ما يديني CCl4 اللي هو رباعي كلوريد الكربون، وده اللي بنستخدمه في طفايات الحريق. البودره اللي بنستخدمها في طفايات الحريق اللي هو رباعي كلوريد الايه؟ الكربون. يبقى كده اتكلمنا عن البارابينات او الالكانات المشبعه. طب لما اجي اتكلم عن الغير مشبعه بقى، احنا قلنا قسمناها الى اما الكينات او الالكينات. الالكينات تحتوي على رقه ثنائيه او الالكينات على رقه ثلاثيه، تمام؟ هي نفس الدرجه بس ديت تحتوي على رقه ثنائيه. هنا تسمى اوليفينات او ايثيلينات نسبة الى الايثيلين. احنا اتكلمنا هنا ايس يعني ذرتين كربون باللاتيني، ايس يعني ذرتين كربون، فهنا برضه الايثيلينات او الاوليفينات وهي مركبات غير مشبعه تحتوي على روابط دبل بوند يعني رابطه مزدوجه. بحضرها ازاي؟ قال لي ممكن بازاله الماء من الكحولات. لو انا زدت الماء ممكن من الكحولات احضر الايثيلين او المركبات المشبعه. بيقول لي اه لو انا نزعت منه الماء، الماء عباره عن مجموعه او اتش هيت سي اتش 2 سي اتش سي اتش 3 سي اتش 2 او اتش، ماشي، او سي 2 اتش 5 او اتش هو نفس المركب، تمام. لو انا نزعت هنا ذره هيدروجين من الثلاثه دول خدوا الاو اتش طلع بصوره اتش 2 او اللي هو الماء اهو سالب اهو اتش 4 هيتفضل عندي مين؟ سي اتش 2 سي اتش 2 اللي هو يمثل الايثيلين. وممكن بالاضافه اجيب الايه؟ رقم 3 بقى ده بيحتوي على رقم ثلاثيه اللي هو الاستيلين. لو انا ضفت عليه ذرتين هيدروجين بحوله بدل ما هو سي اتش سي اتش لا هيبقى سي اتش 2 سي اتش 2 وهو برضه غير مشبع يحتوي على رقم من ثلاثيه الى ثنائيه. ايه الخواص الطبيعيه بتاعه الالكينات او الايثيلين؟ ماشي، مثلا اقول لك مثال له، بيقول لي من رقم 2 ماشي ليه رقم 4 ده غاز، من 5 ل 18 ده سائل، اكثر من 18 صلب. طب انا هفعله ازاي؟ هنا كنت بفعل او الخواص بتاعته الكيميائيه تفاعل مين؟ ما الفرق بين الالكانات والالكينات؟ الالكانات تتفاعل بالاستبدال، اما الالكينات تتفاعل بالاضافه، حاجه غير مشبعه، يعني محتاجه المزيد، يعني ممكن هنا CH2 CH2، لو انا قلت زائد H2 يبقى انا هنا فعلته بالاضافه. هنا إزالة الهيدروجين هتروح للمركب ده يبقى هنا هتديني CH3CH3 من غير مشبع إلى مشبع بإضافة مين؟ الهيدروجين. يبقى هو تتفاعل مع الهيدروجين في وجود عامل حفاز، ممكن إن أنا إيه؟ أحصل على مركب مشبع من مركب غير مشبع. دي تاني حاجة بالنسبة لمين؟ للهيدروكربونات الغير مشبعة اللي هي بنسميها الالكينات اللي هي ذات الرابطه الثلاثيه. طب ذات الرابطه الثلاثيه الالكينات تتفاعل ايضا بالاستبدال، ما دام غير مشبع يبقى بالاستبدال.
ماشي؟ اما اذا كان مشبع المشبع يتفاعل بالاستبدال، اما غير مشبع يتفاعل بالاضافه، يبقى دي بتتفاعل بالضافه وايضا دي بتتفاعل بالاضافه. احنا قلنا هنا المثال بتاع الايزيلين، اما ده بيسمى بالاستيلين. طب قبل ما ننقل هنا، من ضمن الخواص الكيميائيه بتاع ده يقول في حاجه اسمها ومهمه جدا يا جماعه البلمره. يعني ايه البلمره؟ يقول لي عند اتحاد او تكثف عدد كبير من الجزيئات الايثيلين، تمام، يتكون مركب عملاق اسمه بولي ايثيلين اللي هو بيستخدم في صناعه البلاستيك، اكياس البلاستيك والشنط بتاع اللي هو بنجيبه من الايه، من سواء الامارات او عندنا هنا سيدي كرير او غيره بيعملوا ايه. اذا هو ده عباره عن ده جاي من البترول، يبقى هنا احد مشتقات البترول اللي هو البولي ايثيلين اللي هو بيستخدم في صناعه الايه، البلاستيك، تمام. ودي بنسميها عمليه البلمره او تكثف لعدد كبير من جزيئات الايثيلين، تمام، فبيديني مركب عملاق اسمه البولي ايثيلين، وده اساس صناعه البلاستيك. طيب لما نيجي نتكلم عن الالكاينات زي الاستيلين بحضره ازاي؟ بحضره باضافه، ودي مهمه جدا، اضافه كربيد الكالسيوم الى الماء. بضيف كربيد الكالسيوم الى الماء يوم يديني استيلين. طب نشوف كده، ادي كربيد الكالسيوم Ca2 زائد جزيئين من او 2 مول من الماء 2H2O يوم يديني هنا C2 تترا بوند، ماشي، اللي هو الرابطه الثلاثيه CH، ده عباره عن الاستيلين زائد هيدروكسيد الكالسيوم. يبقى انا حصلت على الاستيلين وهو مركب غير مشبع من اضافه كربيد الكالسيوم الى الماء او الماء الى كربيد الكالسيوم. الخواص الكيميائيه زي ما قلنا هنا، الخواص الكيميائيه بالاضافه اهي ايضا هنا بيتفاعل بالاضافه. طب ده كنت بضيف عليه الهيدروجين عشان يديني مركب مشبع على طول، لا ده طبعا عاوز بقى درجتين. بصوا هنا يا جماعه معايا، ادي الاستيلين هو مركب غير مشبع الالكاينات يحتوي على رابطة ثلاثية، لما أضيف عليه الهيدروجين هيوصل له مركب مشبع، لا مركب غير مشبع ولكن تشبع جزئي، بدل ما كان سي اتش سي اتش لا سي اتش 2 سي اتش 2. طب لو ضفت عليه الهيدروجين تاني هيديني سي اتش 3 سي اتش 3 اللي هو حولت انا من مركب غير مشبع والاستيلين ماشي بإضافة الهيدروجين بكمية وفيرة من الهيدروجين يوم يديني الايه؟ الايثيلين. طيب هل ممكن يتفاعل ضمن الخواص الكيميائيه الكينات او الاستيلين ان يتفاعل مع الهيدروجينات؟ هي نفس الفكره بتاعت الهيدروجين بتفاعل الاضافه، ايضا البروم، تمام، ضفت هو برضه بالاضافه هيديني هنا، وده طبعا مرتين برضه هو يقوم يديني سي اتش بي ار 2 سي اتش بي ار 2 لان استخدمت جزيئين من البروم، وبالتالي هنا اداني ايضا مركب هو مع الهالوجينات. اذا هنا بيتفاعل مع الهيدروجين او مع احد الهالوجينات، ممكن اقول كلور بروم الى اخره من الايه، من الهالوجينات. طيب هنا كنا بنقول البلمره تكثف لعدد كبير، ما الفرق بين البلمره؟ ما ده مركب غير مشبع وده غير مشبع، بقول الاول ده هنا عمليه مفتوحه اللي هي تكثف عدد كبير من الجزيئات يوم يديني البولي ايثيلين. هنا في الاستيلين او في الالكينات البلمره لا تتعدى اتحاد ثلاث او اربع وحدات، من ثلاث لاربع وحدات بس من هذا الايه؟ من هذا المركب. طب هل ممكن احضر البنزين من الاستيلين؟ اه ممكن احضره بتسخين الاستيلين، هو يمكن ان انا احصل على مين؟ على البنزين. يبقى كده ده الجزئين الاولانيين اتكلمنا عن الالكانات والالكينات والالكينات، ماشي، ده بالنسبه للهيدروكربونات الجزء الاولاني. هنتكلم معاكم بعد كده عن المركبات العضويه، هنبدا بالكحولات والالدهيدات والاحماض في الفقره الاخيره ان شاء الله.